بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 24 من سلسلة صيانة وإصلاح محركات الديزل، والمحاضرة بعنوان مضخ التغذية ذات الريشة نظام الوقود الفين فيد بامب فور ديزل فول سيستم. أجزاء مضخ التغذية ذات الريشة، وتتكون من الأجزاء الأساسية التالية: حلقة دوارة داخلية روتور، حلقة لا مركزية خارجية إكسنتريك رينج أو اللاينر، ريشة المضخة الفينز، العمود الدوار درايف شافت من تانك الوقود فروم تانك الى المكبس تو بلانجر، صمام التحكم في ضغط الوقود ريجوليتنج فالف. وهذه هي الاجزاء الاساسية لمضخ التغذية ذات الريشة. نظام الوقود لمضخ التغذية ذات الريشة: ينتقل الوقود من تانك الوقود الى الفلتر الابتدائي السيدمنتر لتصفية الوقود من المياه، ثم الفلتر الثانوي لنظافة الوقود من الشوائب من خلال مضخة التغذية، والتي تدار بواسطة عمود الإدارة الدرايف شافت لمضخة الضغط العالي الدوارة الفي إي بامب. ضغط الوقود يتناسب مع سرعة عمود الإدارة، فعندما يزيد الضغط داخل المضخة الدوارة يرجع الوقود الزائد عن طريق صمام التحكم في ضغط الوقود regulating valve إلى خط سحب المضخة مضخة التغذية الفين بامب. المضخة الدوارة الفي إي بامب تحتوي على بلنجر واحد، ويوجد به 4 فتحات لدخول الوقود للسولونيد، وهنا في فتحة لدخول الوقود، وفتحة واحدة لتوزيع الوقود إلى الحاقن الانجكتور. هذا البلانجر يتحرك حركتين، حركة ترددية وحركة دائرية، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع الوقود إلى الانجكتور. يرجع الوقود الزائد من اعلى المضخة الدوارة الفي اي بامب من صمام التدفق الزائد، ويقال له اوفر فلو فالف، الى التانك تانك الوقود. نظرية عمل مضخة التغذية ذات الريشة: مضخة التغذية ذات الريشة الفين بامب تستخدم في المضخة الدوارة ذات الضغط العالي الفي اي بامب، والتي تدار بواسطة المحرك عن طريق سير اللي هو البلت. وهي تتكون من حلقة خارجية لا مركزية ثابتة إكسنتريك رينج، وحلقة دوارة داخلية الروتور، تدار بواسطة عمود الإدارة درايف شافت. وحلقة الدوارة الداخلية الروتور لها 4 فتحات مستطيلة تتحرك فيها الريش الفينز للداخل والخارج، ويوجد عدد 2 فص سيجمنت دخول الوقود وسيجمنت خروج الوقود. سيجمنت دخول الوقود وهو مصمم لذات حجم الوقود
مع التقليل من الضغط، والفص الآخر لخروج الوقود لتقليل الحجم وزيادة الضغط. فعندما تدور الحركة الدوارة الداخلية الروتر، تتحرك الريش للداخل والخارج داخل الحلقة اللامركزية الثابتة الإكسنتريك رينج. ونتيجة لذلك يقل الحجم ويزيد الضغط للمنطقة الصفراء المبينة بالشكل عند فتحة خروج الوقود. فيندفع الوقود داخل المضخة الدوارة زاد الضغط العالي الـ VE pump. يندفع لداخل المضخة. عند زيادة الضغط داخل المضخة الدوارة، يفتح صمام التحكم ضغط الوقود الريجوليتنج فالف، ويندفع الوقود إلى فتح دخول الوقود في المضخة ذات الريشة، أي يتحرك الوقود إلى خط السحب بتاع المضخة ذات الريشة ثانيا. فك مضخ التغذية ذات الريشة. واحد، فك على 2 برجي من مضخة الريشة. لاحظ الفتحة الموجودة بجسم المضخة الدوارة الداخلي الـ VE pump. جمع عمود الإدارة درايف شافت كما بالشكل. تركيب عمود الإدارة في مكانه بجسم مضخة الـ VE pump على المضخة ذات الريشة. ارفع المضخة الدوارة الـ VE pump من المنجلة. انزل المضخة الريشة وعمود الإدارة كما بالشكل لفك المضخة ذات الريشة، ويكون الإنزال ببطء. تركيب مضخة التغذية ذات الريشة. ملاحظة الدائرتين الدائرة دي والدائرة الثانية التي على الحلقة اللامركزية الإكسنتريك رينج، ولاحظ أن الخلوص بين الإكسنتريك رينج والروتر تكون غير متساوية، أي هنا لا يساوي هنا. فهذه المضخة تدور مع عقارب الساعة، أي تدور ناحية اليمين، وبالتالي الفتحة التي فيها الخلوص كبير تكون ناحية اليمين. أما إذا كانت تدور ناحية الشمال أي عكس عقارب الساعة، يكون الخلوص ناحية الشمال.
وهذه نقطة مهمة جدا في تركيب مثل هذه الأنواع من المضخات. تركيب المضخة ذات الريشة الفين بام على عمود الإدارة درايف شافت كما بالشكل. ادخل عمود الإدارة بالمضخة ذات الريشة داخل جسم المضخة الدوارة ذات الضغط العالي الـ VE pump. ارفع عمود الإدارة درايف شافت. تركيب عدد 2 برجي للمضخة ذات الريشة. لاحظ الفتحة دي تبقى فوق الجفرنة، الجفرنة اللي يبقى فوقيها دي مهمة جدا.